السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك ونشترك في القناة. وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الفنانة الجزائرية الجميلة آمل بشوشة، وهي طبعا دايما بتحرص ان هي بتحب بلدها جدا وبتعتز ببلدها الجزائر، وحرصت جدا ان هي تكتب تغريدة على تويتر الخاص بيها وان هي تهني ولاد بلدها محرز بالفوز والتتويج، وبتقول لهم ان انتوا تستاهلوا يا ولاد بلدي، وفخوره بيهم جدا جدا. ومش هي بس، كمان كل شعب الجزائر فخور بابنائه جدا جدا. الف مبروك، هم يستاهلوا كل خير، كمان ربنا يكتر يا رب من الامثال المشرفه للدول العربيه، اللهم امين. واشوف حضراتكم يا رب على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى لحضراتكم جميعا يوم سعيد يا رب.